قال الأمين العام للبريد المصري أحمد منصور إن البريد المصري والقطاع المصرفي يشاركان بمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال، وأكد منصور أنه لا بد من تكاتف الجهود في هذا الصدد. شاركت البريد النهاردة في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بيأتي من دور البريد المصري المتطور دائما، واللي جه مع تطوير استراتيجية البريد المصري في التواجد في القطاع المصرفي. هذا الفضل في ده الى دكتور شريف فاروق طبعا رئيس مجلس اداره البريد المصري، اللي هو كان توجيهاته ان احنا نكون دايما موجودين في القطاع المصرفي بقوه. ويمكن التحديات اللي بيلقاها القطاع المصرفي حاليا في العالم كله من التكنولوجيا الحديثه والتطورات الحديثه ومجالات غسل الاموال وتمويل الارهاب، بيحتاج مننا ان احنا نكون على اطار من التعاون مع كل الجهات المصرفية علشان يكون في شبكة قوية جدا لمواجهة أي احتمال لغسل أموال أو لتمويل الإرهاب.